سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهرة. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندم. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندم. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. علمتك يا زهرة. يا عم بلا بتاع بقى كله عايش على البلاط. ده ايه شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ بس ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ده محدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل ايه ايه؟ هما زعلانين مني في حاجة. يا حاجة هم يا أخي يا عم بقى. ربنا ما يجيب زعل. انت برضو حد ينام مع البهايم؟ امال انا انام فين؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضو يا معلم. ده حاجة هم. انا زوقت كرهت نفسي. يا مصطفى فندي اهلا اهلا اهلا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة. يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعة بندور عليك يعني وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين يعني نعمل ايه يعني نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجه. عناية ليك. عاوزه ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انا شهر الشهر اللي هو ده عد ده وشهر واحد ولا اكتر؟ اهو بقى نعمل ايه؟ احنا هنقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انت ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 19 ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه يعني ان شاء الله. اصبر علي اصبر عليا بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس. هتلم ايه؟ العفش. العفش. العفش بتوعك اللي هو العفش. هاي. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه طب ما تكتب الترجمه على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقد ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقد. اه نص نقد. نص نقد. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس. احنا لازم نبقى في مظهر قوه. هو يصبر عليا غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه. هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره؟ وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصص لي. شفتوره باصص لك وده باصص لك وده. هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس يجيب شفتوره. هيعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى يا شفتوره يعني يا شفتوره. شفتور الناجس صلى عليه صلى عليه صلى عليه. شفتور الناجس صلى عليه صلى عليه صلى عليه. شفتور الناجس صلى عليه صلى عليه صلى عليه. ايه ده؟ هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتوره. ما تسيبش روحها. استر علينا. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه ده هديه مني ليك يا ميدو. بتحب فيا يا شفطوره؟ معلش يا معلم يعني معلش. انت عشان عارف انا بحبك يعني وانت مثلي الاعلى. يا ميدو يا ميدو يا ميدو ما تزعلش مني بس دي نرفزه شغل كده. كل يوم تضحك عليا تقول نرفزه شغل. خلاص معلم شفطوره يهني الامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ويتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. ان شاء الله. فين ياد البضاعه؟ البضاعه اهي يا معلم. هات. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. طب حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا
تشتمني؟ رمضان تشتمني وداني يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ الراجل اللي هناك دوت مش عايز يدفع ايجار الشقه وبيشتمك بامك وبابوك وعايز يضربنا كلنا. يا عم انا ما بفهمش كلامك يا عم. طيب الراجل بقى مش عايز يدفع الايجار. يعني مشكلتك مع الراجل ده؟ اه. وانا اللي فاكرها مع الامرايا دي. سمع؟ سمع بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول الامرايا دي. عليا يعني؟ هيقول عليك انت الامرايا دي؟ ايه بعكسك ولا ايه؟ ايوه. وانا واقف؟ ايوه. يا نهار اسوح يا نهار اسوح. دي القطه كانت عيالة باين ولا ايه؟ تعالالي تعالالي. ايه؟ بص بقى اصبري. بقول لك ايه والنبي اصبر عليا اصبر عليا، اول ما يجي لي الفلوس ان شاء الله اديها لك، لان اي حد هيشوف كده هو يفتكر ان انت حمار ولا ايه؟ لا لكن لازم تصبر شويه. لو انت فاكرني هفع لا ان عشان ايه حضرتك؟ حضرتك لو سمعت كلامي بس ان انا ممكن ايوه ارد لك كل الفلوس اللي انت عايزها ان شاء الله. الكلام ده بقى في العيد واحنا لسه في رمضان. مش فاهم الافيه. تمام انا هخلي الرجاله يفهموك الافيه. ضحكوها رجاله. لا 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 يلا شيلوه. شفتوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. معلش معلش يا مصطفى فندم انا رايح اجيب لك الاسعاف واجي بسرعه. بسرعه بسرعه انا عشان فقير كلهم بيفتروا عليا، كل الناس بيضربوني وكل الناس بيبهدلوني. انا لو كان معايا فلوس كانوا خافوا مني، كنت شغلتهم كلهم عندي، لكن عشان فقير ومعيش فلوس هم معاهم فلوس وانا معايا فانوس. ادعك الفانوس يا مصطفى. ايه؟ ادعك الفانوس يا مصطفى. ادعك الفانوس؟ ادعك جامد يا مصطفى. اي 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 عظمي عظمي. ادعك بحنية يا مصطفى. يخرب عقلك. اديني دخان. يخرب بيتك انا كده مش باين. دخان تاني دخان تاني. معلش بقى يا عبد العفريت كده بس ايه الشاي بتاعنا عشان انا عندي شغل تاني. عندك شغل فين؟ بس كده عندي شغلانه كده تانيه تصوير كده في فيلم حتى لا طير الدخان. لا طير انت. ماشي اديني واحده قبل ما تمشي. ياه لا كده مش هبان. ياه شبيك لبيك سوكوش بين ايديك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ انا العفريت. انت عفريت؟ مش مقتنع بيا ولا ايه؟ عفريت ايه؟ انا العفريت اللي خرج من الفانوس. نوس نوس. خرج من الفانوس ايه ده؟ انا دعكت الفانوس انت طلعت من الكالوس. وانت لما تدعك الفانوس اقوم انا خارج من الكالوس. يعني انت العفريت بتاع الفانوس؟ ايوه يا مصطفى. بتاع الفيلم بتاع اسماعيل ياسين؟ ايوه يا مصطفى. كويس انك افتكرتني. ايوه بس انت خسيت خالص. حضرتك انت ايه مريض ولا ايه يعني؟ السكر بهدلني يا مصطفى. يعني حضرتك كنت في البتاع ده؟ ايوه يا مصطفى ما انا جسمي عرسي. يعني حضرتك كنت جوه الفانوس؟ ايوه يا مصطفى. العفريت اللي بيحقق الطلبات؟ ايوه انا يا مصطفى. حضرتك انا ما شفتكش من 40 سنه من ساعه الفيلم. انت ايه ما بتطلعش في افلام تاني خالص ليه؟ السوق مضروب يا مصطفى. محدش بيطلبني، الوحيد اللي طلبني السبكي اخوان. هو السبكي اخوان؟ ما تضيعنيش يا مصطفى.
للوحدين اللي شغال معاهم يا مصطفى. ما هم اتنين يا مصطفى، في احمد وفي محمد، عشان كده هو تسموهم السبكي اخوان. وانت جاي تعمل لهم دعايه عشان يشغلوك. اهلا وسهلا. ما باخدش منهم فلوس يا مصطفى. مش اسكالي باخد اي حاجه حضرتك، يعني انا ممكن اطلب اي حاجه انا عايزها؟ تطلب طبعا، اصل هم خلاص كانوا بيدوا الاول لحمه، الوقت بطلوا يدوا لحمه، عملوا مصنع الشوكولاته وجابوا الشوكولاته قسموها نصين. بس ما شاء الله عليهم، يعني اتفقوا في الغلاف واختلفوا في الطعم. طب حضرتك لو انا طلبت اي طلب انت تنفذهولي على طول يا مصطفى؟ ابويا الله يرحمه عفركوش قال لي اي حد يطلب منك اي حاجه نفذها له على طول. بس انا كنت واد شقي وغبي، ما كنتش بنفذ اي حاجه، فانا قلت له يا بابا انا من هنا ورايح هنفذ لك كل حاجه، لان انا لو ما نفذتش اي حاجه هيخرج لي من الفانوس. فقال لي، قلت له يا بابا انا خش 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 على طول، خشينا على طول. هتقعد ترغي؟ انا مش عايز رغي، انا عايز تنفيذ طلبات. هتقدر تنفذ لي طلباتي ولا لازم تحكي؟ لازم احكي يا مصطفى، ما الحكايه دي مهمه يا مصطفى علشان احكيها لك. حضرتك انا ليا كام طلب عندك؟ ليك اربع طلبات. ماشي حضرتك حضرتك اربع طلبات. ممكن اخد طلب من خلاص ليك اربع طلبات. ايوه كده كده، ايوه كده. طيب يعني اطلب اول طلب منهم؟ اطلب يا مصطفى. اول طلب انك انت ما تحكيليش حكايتك. لا احكيها لك، لازم احكيها لك يا مصطفى. العفريت لهبل ده يا مصطفى، الذي احكيها لك. لا حضرتك مش عايزك تحكي، انا خلاص طلبت طلب اهو راح عليا. كده راح عليك الطلب؟ يبقى لك ثلاث طلب، ثلاث طلبات. لا ثلاثة عادي يعني. دول 10، ثلاث طلبات. امر يا مصطفى. نفسي ابقى غني، عايز يبقى عندي فلوس كتير، عايز هدومي كل ما احط ايدي في جيبي يطلع لي فلوس، مش عايز حد يبقى مضايقني ابدا، عايز اتجوز بنت زهرة اللي بتحبني، بس هي هتحبني اكتر لو اكيد معايا فلوس. ما تقلقش يا مصطفى، ان شاء الله هتبقى غني يا مصطفى، بس خد بالك اول ما تمسك الفانوس ده هتدعك الفانوس، في باسورد هقوله لك عشان اخرج. يعني وانا بدعك في الفانوس في باسورد يعني؟ طبعا. اقول ايه؟ تقول اللي يخاف من العفريت يطلع له. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له، وانا بدعك في الفانوس. لا لا مش كده، انا بقولها لك بس كده بصوت جراف، انت هتقولها بنغمه تانية خالص. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له، ينزل له، يقعد له. انت عايزني اعمل كده وانا بدعك في الفانوس عشان تطلع؟ لازم يا مصطفى وريني. مش عايز طلبات، اتفضل. كده هيروح عليك طلبين يا مصطفى. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له، ينزل له، يقعد. انت مستهيفني كده ليه؟ هو انا لوحدي اللي مستهيفك؟ يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له. انت هتضحك النهارده وتيجي بكره ولا ايه؟ عايز ايه؟